انكسر بين يديه، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يغني من افتقر إليه ويفقر من افتقر لغيره. عشان كذا في حديث الأثر القاد الله عز وجل، الأثر القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادته السماوات والأرض، أطبقت السماء على الأرض وكسرت الجبال ودكدكت الدنيا كلها، وهذا العبد معتصم بالله يا رب إلا جعلت له بينها مخرجا. الجبال تدككت والمباني طاحت وسقطت، وهذا العبد ما جاء شيء. وعزتي وجلالي، تكملة الأثر: ما اعتصم عبد بغيري إلا وكلته إلى ما وكل إليه. وراح للشيخ عادل ورسائل والشيخ ما تردون، من تحولني عليه، وراح للثاني والثالث وهذا المسكين الفقير، وبثت كل الشكوى على الأرض وما صار شيء. الدليل الشاهد، هل هذا القرآن ذكر لنا أن نفتقر لغير الله؟ أبدا أبدا. والله من الفاتحة إلى الناس قال لك أدبر أمورك. وبعدين إحنا عندنا مشكلة في الثقة في الله عز وجل. وخلني أنا أعيد مثال يعني تكلمت عنه كذا مرة يا شيخ، بس لابد نفهم المثال هذا. شيخ عادل، أنت عندك الآن نملة هنا في هذه الطاولة في مكان أصبعي، وأنت الآن قلت للنملة هذه إذا استعنت بي والله ما أخيبك، وهي نملة. فجاءوا 40 نملة في الجهة الثانية يريدون أن يفتكون بهذه النملة، وأنت قلت النملة هذه أنا الآن موجود، إذا تبين تستعينين بي أنا حسبك أكفيك. والنملة هذا اللي حمت توعدينها حتى تثبت أنت إيمان هذه النملة فيك، هل بتذبح النمل وهم هنا بعيدين ولا تخليهم يقربون؟ يقربون. والله هذا المشهد في القرآن أكثر من أن يوصف. فعشان الله يختبر ولله المثل الأعلى، إيمانك أنت ما يخلي المصائب بعيد عنك ويذبها قبل لا يجيك الحزن، خلات تقرب، فتخلي النمل هذا يقربون وتشوف وين بتروح هذه النملة. أنت الآن هي صادقة، يا سلام، هي صادقة ولا؟ أما قضية قدرتك على هذا النمل 40، هذه أصلاً ما تحتاج نقاش، لأنك كنت تقدر تضربهم هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا متى ما أردت. الأمر عندك هين، وهو علي هين، لله المثل الأعلى سبحانه. فعشان تختبر الآن إيمان هذه النملة، خل هذا اللي يقربون. عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما طلب من إبراهيم أنه يعني يؤمن فيه ثم أول ما أشعل النار طفاها الله عز وجل، لا، أشعل النار يقربون، ثم مسكوا إبراهيم يقربون، إمام ما تزعزع، ثم ربطوه وكبلوه وضعوه في منجنيق ويشوف النار قدامه الآن، يعني ما فيه يعني ثم ما الله سبحانه وتعالى أنجاه الآن، ألقي في النار. وفي الأثر اللي فيه مقال أن جبريل جاء على صورته عليه السلام 600 جناح، تقول عائشة رضي الله عنها في البخاري: جناح واحد يسد الأفق. تخيل يجيك واحد بهالعظمة وقال لك من حاجة يا إبراهيم، تبغى بطرف جناح أطفيهم هم ونارهم؟ هو اجتث 7 قرى لقوم لوط، اجتثها فجعلنا عليها بطرف جناح من 600، يعني مو 599 شاغرة، 599 وبعد، يعني طرف جناح اجتث 7 قرى وفي رواية 14 قرية. فيقول له: ألك من حاجة يا إبراهيم؟ القلب ما تعلق، أنا أعرف اللي خلقك، يعني أنت الآن عندك 600 جناح وكبير، أنا أعرف اللي أكبر منك جل جلاله، أعرف اللي خلق هذه الأجنحة كلها، أعرف اللي أصلا أنت لن تستطيع تساعدني إلا بحوله وقوته، أنا ما تعلق قلبي بأحد. عشان كذا قال: أما منك فلا، أنا ما أقوم منك شيء، أنا أعرف واحد أقوى منك، لو قلتك ساعدني وربي ما أراد. يعرف عبد مملوكا لا يقدر على شيء، ها، ويعرف هل يستوياني مثلا، يعرف من يطلب. فقلبه ما تعلق بأحد أقل من الله عز وجل أبدا. فقال: أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قالها إبراهيم وهو قال: حسبي الله. لكن حسبي الله ما لي لله؟ لا، حسبي الله ونعم. يقول: والله أنه نعم ربي، أنا أعرف من المتوكل عليه. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لأجل هذا أول ما ألقي إبراهيم النار برد وطلع منها، من الذي يتكلم معه؟ آزر والد إبراهيم. أول ما رأى إبراهيم طلع بين اللهيب النار اللي كانت تلتقط الطيور من السماء، وطلع منها إبراهيم ولا في شيء، قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم إذ أنجاك. إي والله نعم. بعض الناس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. ليش تقولها كذا؟ تقدر يا شيخ عادل تقول: أنا والله ما أعرف للملك عبد الله، بس والله ما أعرف له. لا، تقول عرف الملك عبد الله، ها،
طيب ليش نقول ما عنده إلا الله؟ والله سبحانه وتعالى هذا قدر في قلوبنا. لأجل هذا يا شيخ هي القضية في قضية ثقتنا في من هو الله. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى دائما يجعل القضية مثل قضية النمل يقربون عندك والأحزان تجيك حتى يطلع الإيمان اللي في قلبك. أنت فقير لهم ولا فقير لي؟ أنت فقير لمن؟ هذا التوحيد. لكن من هو؟